Quels sont les arguments concrets que Rachid est une organisation terroriste? Ben, si vous voulez savoir, je vous ai dit que vous avez dit que بغض النظر على واش نعرف من قبل واش ما نعرفش واش عندي كم ملفات ما يهمناش هذه هذا ما خاص بي انا. كاين تاريخ وسمو 22 فيفري 22 فيفري درنا حكايه الاسلام يجب ما قبله صافي دير كوا الشيء اللي صار قبل 22 فيفري ما نشوفو معاه ما نحوسو عليه ما نخمو فيه ما نهضرو به نتبعو من ثوره الشعب او يقظه او هبه الشعب الجزائري 22 فيفري حركة رشاد تابعة لحركة المؤتمر الإسلامي. المؤتمر الإسلامي هو يعتبر أوروبية، يعني عملية جات تركيا وقطر شراوا حركة الإخوان العالمية ونحوها من يد مصر ودوها في يديهم هما ويستعملوا فيها كسلاح قطع. فهموني، واحد جزائري أوبوزون عايش في الإنجليز يروح 40 مرة ترك في العام، لكن نكذب نقول لهم نحت لكم لو ريلفي تاعو دو فواياج زي توت اي كومباني صحابو جماعة لا سويس كيف كيف دهينا عباس عروه كومباني مصلي هما اصلا تابعين الكرامة. الكرامة فينونسي بار قطر، قطر تفينونسي الارهاب كوتي اخوان، والسعودية والامارات يفينونسيو ارهاب كوتي داعش وهابية سلفية. دركا قال له انا نقول لك، يقول باع وندبحوه في العيد الكبير وعنده الصوف، لكن ما قدرتش تعرف باللي كبش ما نقدرش نفهمك حاجة أخرى. أي فوفوار أنا قلتها بعد وبعد 22 ماي اللايف اللي داروا سيدهم العربية زيطات، اللايف اللي داروا 29 ماي وين يعتبر باللي الحركات الإرهابية في الساحل حركات تحررية، خلاص بوكو حرام كانت حركة تحررية خلاص، وقالها من قبل الأجية والمية وإكسترا وإكسترا. معليش هذه كانت أفون 22 فيفري، مي أبري 22 فيفري حركة رشاد حركة خائنة متواطئة عميلة لقوة تركية قطرية إسرائيلية صهيونية. وبيان سير الصهاينة ما يدروش فرنسا وفرنسا ما تدروش الصهاينة، وفهموا التكتوكة كيف راهي راكبة. الحركات السلفية واللي يسميهم الرافضة وما على باليش واش تابعة الإمارات السعودية، هذاك ثاني فيلق واحد آخر. يعني السيستم تاع المقص، عندكم هذه الوهابيه الارهابيه وهذه الاخوانيه الارهابيه، ولاكس كومان تاعهم اللي في الوسط هو اسرائيل. فاسرائيل الذكيه الصهيونيه العالميه الذكيه اللي الدور نتاعها انها تتمكن من امن اسرائيل في كل المنطقه مينا، يعني المغرب وموين اوريون. كي ما تفهموش هذه والله ما راح نفهمش هذه، الله غالب. نطلب من الناس العلم مفتوح وربي عطانا بكل عقول، ما روحوا قرأوا وشوفوا. وكذلك يعني شيء بسيط خلاص، نطلبوا سيدي الناس هذو احنا بالك غلطنا ولا كذبنا عليهم، اما يتقدموا امام الشعب ويقولوا بلي ما عندهم حتى علاقة بتركيا وما عندهم حتى علاقة بقطر، لا من الناحية المالية لا السياسية لا مع المؤتمر الإسلامي ذاك اللي حكموا مطيري ولا مطير نتاعهم هذاك الراجل سيباكي معتو عقلية فاصل الحي هذو بكل سيدي زيسكرو من وقت معاوية وارواح سيدي زيسكرو اللي حولوا الاسلام من الاتجاه الحقيقي نتاعو. على هذه الامم الاسلاميه بكل ما هزتش راسها من الماء الا الدول الاسلاميه اللي ما تهضرش العربيه، ما لحقاش التيار الخامج هذا اللي ما عندوش علاقه بالاسلام حقيقه، اللي عنده علاقه باهداف انسانيه شيطانيه تحت غطاء اسلامي. كما يقول لك عاش مرئين عرف قدر نفسه، اللي الميزان نتاعو واحد غرام يريح في الغرام واللي يوزن 100 كيلو يقابلنا ويدي مولا 100 كيلو موزن 50 500 كيلو 500 كيلو. شكون هاد الابواق لي مينابل هادو؟ شكون هما الاسلاميين هادو؟ اسلاميين تاع زوج دورو اللي ولاو خدامين عند التراكه هادو يهاجمونا حنايا. قال لك رحماني الدياراس، صح سيدي ها سيدي ما عليناش رحماني الدياراس، معليش ورحماني مازال دياراس جزائري صح، انتوما حركه عند التراكه وعند القطر. كيما حبيتوا فهموها، حنا القايد والبشاغة تاع فرنسا ما نسحقوش وتاع ترك ما نسحقوش وتاع قطر ما نسحقوش، حنا طالبين استقلال الجزائر، تحرر الجزائر بطريقة نهائية، يوليو الجزائريين هما أرباب أرباب المصير نتاعهم، ماشي دول أخرى ولا ديانات أخرين
والله انتماءات اخرين. دي واحد يقول لك دايره لي جينيرو خوانا، لي جينيرو سي القايد والبشاره خوانا، لي جينيرو تبوني كومباني هادو ساجدين للاستعمار الفرنسي القديم يركعوا له ركيع. الحركات الاسلاميه الاخوانيه بكل كيما راها من رشاد الفيس لاكس فيس اكسترا للمنظمين نتاعهم، المنظرين نتاعهم، البهالين نتاعهم، السياسه نتاعهم جديده كاع تابعين الخليج وقطر، اسرائيل الصهيونيه العالميه ما كان حتى حل معاهم. الجزائر لازمها تستقيم على اسس وطنيه ناسيوناليست اكستريم دروات، يعني الروح الوطنيه اعلى روح تكون في الجزائر، وحده وطنيه ونشكلوا ناسيون الجيريان، ما نعرف ما نشكلوا اون ناسيون مسلمان، اون ناسيون الجيريان. الدين لله والوطن للجميع، الدين لله والوطن للجميع، الدين لله والوطن للجميع. برك لكن الحمير اللي نص الشعب يتبع فيهم، انا نطرح سؤال على الشعب، الحمير اللي يتبعوا فيهم هذو البغال، كاش نهار جابوا لكم حل ابار ابيات شعريه يقولوا فيها، كاش نهار داروا مبادره فيها عقلانيه ولا فيها تكنيك ولا فيها تكنيسيتي؟ ما كاش غير تشراك الفم والتلغبيب والهضره نتاع الخيم من تاع الخارج، حياكم الله الاحرار و... شويه شويه يجيب لكم واحد بالعقال يضرب الكاس تاع التاي هذاك ويسربي. وماذا بيا ثاني نفهم حاجه للشعب، ايوا الشعب الجزائري، فيسبوك يوتيوب انستغرام تيك توك اللي حبيتو، هادو واجهات اعلاميه مش الحياه الحقيقيه، ما تعيشوش داخلهم في وسطهم، استعملوهم كوسيله لما تعيشوش في وسطهم، ما تعيشوش في وسطهم. العالم اوسع من فيسبوك وجوجل وتسكو فولي، سا سكون ابل لي غافا مي باك لي غافا. دونك فيت اتونسيون، العالم تنظموا لورغانيزاسيون، التنظيم 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 والهيكله الهيكله 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 تنجحوا. تبعتوا خير الجماعه مع الاول قالوا لكم هذيك تاعنا خير من كذا وغلبناهم بالسلميه تاعنا. شوفوا لا ريفوليسيون دي سورير نساوها، تكملوا في السورير توليو نتوما لا موكري انترناسيونال، تكملوا في طورة الابتسامه توليو المضحكه العالميه. وابري لو كونغري حنا نقترحوا عليكم نظام تنظيمي وكذلك عملياتي اوبيراسيونيل pour que la révolution réussisse, que le peuple puisse accéder à ses revendications. Avant le congrès, je ne dirai pas grand-chose. Que ça. Fadl Hussein, s'il y a une dernière question, on est déjà 19 minutes. James, il dit, je trouve une crise, une bonne question. Comment peut-on relever notre pays avec l'ignorance d'une partie du peuple programmée par le pouvoir mafieux? C'est vrai, ce pouvoir. Le pouvoir mafieux, il travaille à la tâche de l'échelle. هذا النظام شوفوا شوفوا يخدم على التشهير نتاعكم، القتل نتاعكم اللي ما يقتلوهش بموس لا مافيا، واللي موش يبيع في لادروغ والكاشيات يموت اكسيدون، واللي ما يموتش اكسيدون يروح للسبيطار يداوي على درستو يموت، يحكموا كونسيرت ما على باليش واش، ولا يلهبوه بلا راديو، يعني عمليه اباده شامله للشعب الجزائري. مي سي لو بوبل سورغانيز، لكان الشعب يتنظم يتنظم ويرفع من المعنويات نتاعو، نغلبوا النظام هذا ونغلبوا الاقدام البيضاء ونتحرروا من الاستعمار ونقضيو على كل فكر ارهابي في الجزائر، نقضيو قضاء تام على كل فكر ارهابي في الجزائر.